الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم طلاب مدارس العبير الأهلية الصف الخامس الابتدائي، مع درسنا اليوم في مادة الرياضيات، بيتحدث عن موضوع عد النواتج. الفكرة من هذا الدرس: أكتب نواتج تجربة احتمالية. تعرف أيضا على المشروبات الجديدة الموجودة في هذا الدرس، كلمة الرسم الشجري. هذا أول فقرة، استعد. تختلف الأحجار الكريمة من حيث لونها وشكلها، فمنها الأزرق ومنها الوردي ومنها الشفاف. هذا من حيث اللون. وقد يتخذ الحجر شكلا منتظما أو غير منتظم. عندي ثلاث ألوان وعندي شكلان. يمكن عرض كافة نواتج لون الحجر وشكله باستعمال الرسم الشجري. هو مخطط يبين جميع النواتج الممكنة لحدث معين. ما هو الرسم الشجري؟ هو مخطط يبين جميع النواتج الممكنة تمام لحدث معين. تعرف على أول مثال يقابلنا لكي نوضح استعمال الرسم الشجري. نفس المثال في استعد، ارجع الى المعلومات اعلاه واستعمل الرسم الشجري لتبين فيه جميع النواتج الممكنة للون الحجر وشكل الحجر. الالوان التي موجودة عندي هي اللون الازرق والوردي والشفاف، والاشكال منتظم وغير منتظم. اكتب الاشكال مقابل كل لون كذلك. هذا هو مخطط الرسم الشجري: اللون والشكل والنواتج. اللون أحسنت، أزرق ووردي وشفاف. الشكل إما منتظم وإما غير منتظم. شوف النواتج، أول ناتج عندي أزرق منتظم ممتاز، بعد كده أزرق غير منتظم، ثم نذهب إلى اللون الوردي، وردي منتظم وردي غير منتظم، ثم نذهب إلى اللون الشفاف، شفاف وشكله منتظم، شفاف وشكله غير منتظم. أتذكر أن تكتب النواتج في نهاية كل فرع من فروع الرسم الشجري. مثال آخر، إيجاد الاحتمال. إذا ألقيت ثلاث قطع نقدية من فئات مختلفة، فما احتمال ظهور الشعار على القطع الثلاث؟ القطعة الأولى شعار وكتابة، وكذلك القطعة الثانية شعار وكتابة، والقطعة الثالثة شعار وكتابة. أول ناتج عندي شعار وشعار وشعار، ثم شعار وشعار وكتابة، وهكذا إلى أن تنتهي النواتج. المطلوب عندي احتمال ظهور شعار وشعار وشعار، الثلاث رميات تكون شعار تساوي عدد النواتج المطلوبة على عدد النواتج الممكنة، حيساوي 1/8، والعدد 1 يمثل النواتج المطلوبة، والعدد 8 يمثل جميع النواتج الممكنة والتي ظهرت أمامي في الرسم الشجري. نذهب إلى فقرة تأكد في الكتاب. ألقيت قطعة نقدية مرتين، مثل جميع النواتج الممكنة بالرسم الشجري. يوجد أربع نواتج: شعار وشعار، شعار وكتابة، كتابة وشعار، وكتابة وكتابة. النتائج الممكنة هي شعار وشعار، وشعار وكتابة، وكتابة وشعار، وكتابة وكتابة. ما احتمال ظهور الكتابة في المرتين؟ احتمال ظهور الكتابة في المرتين 1/4. ما احتمال ظهور شعار وكتابة؟ يساوي 2/4، بالتبسيط يساوي نصف. انتقل إلى تمرين آخر من تمارين فقرة تأكد. تم تدوير القرص المجاور وألقيت قطعتان نقديتان مختلفتان. عندي في القرص أربع من مرقم من 1 إلى 4، والقطعتان النقديتان يعني 4 × 4 × 4 بيساوي 16 ناتج تقريبا. مثل جميع النواتج الممكنة مستعملا الرسم الشجري، أذكر عدد النواتج الممكنة. نقوم بتمثيلها كما ترون.
عندي 16 ناتج. شعار وشعار واحد وشعار وشعار واحد وشعار وكتابة واحد وكتابة وشعار واحد وكتابة وكتابة، وكذلك مع كل عدد من الأعداد يمثل 4 نواتج. ما احتمال وقوف مؤشر القرص عند العدد 2 وظهور الكتابة على القطعتين؟ أحسنتم، 1 من 16. ننتقل إلى تمرين آخر. اختار طلال جوربا وحذاء بشكل عشوائي في الجدول الذي أمامنا، تبين لنا كم لون في الجورب. جورب بني وأسود والحذاء أبيض وأسود وبني. اختار طلال جوربا من هذه الجوارب وحذاء بشكل عشوائي، ما احتمال اختيار جورب أسود وحذاء أسود؟ العدد الكلي للنواتج 2 ضرب 3 بيساوي 6، يبقى 6 نواتج عندي. احتمال اختيار جورب أسود وحذاء أسود هو شكل 1 من 6. ثم ننتقل إلى فقرة تدرب وحل المسائل. أول تمرين عندي ألقي مجسم مرقم من 1 إلى 4 كالذي أمامكم في الشكل، وقطعة نقدية واحدة، يبقى 4 ضرب 2 حيديني 8 نواتج. مثل جميع النواتج الممكنة مستعملا الرسم الشجري واذكر عددها. عدد النواتج الممكنة 8. كما ترون بالتمثيل اسم الشجري، 1 وشعار 1 وكتابة، 2 وشعار 2 وكتابة، 3 وشعار 3 وكتابة، 4 وشعار 4 وكتابة. ما احتمال ظهور عدد فردي والوجه الذي يحمل الكتابة؟ عدد فردي أمامنا 1 و3، يبقى 1 وكتابة و3 وكتابة، أي 2 من 8 يساوي بالتبسيط 1/4. كذلك تم تدوير القرص المجاور. عندي قرصين مجاورين تم تدويرهم. مثل جميع النواتج الممكنة مستعملا الرسم الشجري واذكر عددها. عندي القرص الأول بيحتوي على عددين 1 و2، والقرص الثاني بيحتوي على الألف والباء والجيم، يعني 3 ضرب 2 حيعطيني كم ناتج؟ 6 نواتج. ما احتمال وقوف المؤشرين عند الألف والواحد؟ عند الألف والواحد، أيوة، احتمال وقوف المؤشر عند الألف وعند الواحد يساوي 1 من 6. آخر تمرين نتناوله في هذا الدرس، ما احتمال وقوف المؤشر عند حرف غير حرف الجيم، أي عند الحرف ألف وعند الحرف باء؟ يبقى ألف وواحد وألف واثنان وباء وواحد وباء واثنان، أي عندنا 4 نواتج، 4 من 6 يساوي بالتبسيط 2 من 3. درسنا اليوم تحدث على عد النواتج وكيفية إيجاد عدد النواتج باستعمال الرسم الشجري. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مدارس العبير الأهلية.